صحيح أنت كنت حتروح الاتحاد؟ أنا رحت الاتحاد. أول يوم أنا دخلت النادي الأهلي بلبس الاتحاد. بلبس الاتحاد. ما كان في التعصب أول، إحنا كنا صغار ولا كنت أعرف، وهذا دليل إنه ما كان عندنا يعني التعصب اللي الآن موجود أو شيء. الكرة كانت موجود فيها تعصب، بس أنا أتكلم في سني ما كان فيه. الشباب كلهم اللي عندنا بيسجلوا في نادي الاتحاد، وأنا رحت للوالد قلت له بروح النادي، بروح نادي الاتحاد أسجل. قال لي نادي الاتحاد متأكد؟ قال لي نروح. نروح رحت. بعد وصلت نادي الاتحاد سبحان الله ما حبيت. لا أنا أهلاوي، يعني أنا أشجع الأهلي. نعم. والوالد وحداوي، فما لي يعني ما يعني له أنا ألعب في الأهلي في الاتحاد، ما تعني له. فرحت نادي، قلت له لا بروح الأهلي. ورحت بالفعل بشعار نادي الاتحاد، والكابتن أمين داب الله يغفر له ويرحمه. نعم. قال لي يعني لا تجيب، أنت جايب لبس الاتحاد جاي تسجل. فما كنت فاهم إنه 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 هذا الشعار هذا مثلا في تعصب إنك تدخل بالأهلي. كنت صغير يعني كان عمري 8 سنوات تقريبا.